تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، بمناسبة فوز الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في سباق كأس جلالة الملك الدولي للقدرة في نسخته 17 هذا نصها. سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني يا صاحب الجلالة بأن نهدي جلالتكم فوز الفريق الملكي للقدرة بكأس جلالتكم للقدرة لمسافة 160 كيلومتر بحصوله على المركز الأول. يأتي هذا الفوز تنفيذا بما عهدنا جلالتكم من الاستمرار بحصد الذهب. يأتي هذا الانتصار بتوفيق من الله العلي القدير ثم بدعم جلالتكم الذي يعتبر الحافز الأكبر لجميع منتسبي الفريق الملكي للقدرة لتحقيق الإنجازات. ننتهز هذه الفرصة لنجدد لجلالتكم حرصنا وسعينا وببذل الجهد لتنفيذ عهدنا لجلالتكم ولتطبيق المبادئ التي تم الإعلان عنها بميثاق من ذهب لرفع اسم مملكة البحرين في شتى المحافل. داعين الله بأن يمن على جلالتكم بالصحة والعافية وبالعمر المديد، أدامكم الله عزا لشعبكم المخلص، وحفظكم الله من كل سوء ومكروه، وسدد الله خطاكم لما يحبه ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم المخلص ناصر بن حمد الخليفة. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك بمناسبة فوز الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في سباق كأس جلالة الملك الدولي للقدرة في نسخته 17 والذي يعد الأهم في موسم القدرة البحرينية فيما يلي نص البرقية. سمو الابن العزيز الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حفظه الله ممثلنا للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات الخيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تلقينا ببالغ السرور برقية سموكم المهنئة وإهداءكم لنا فوز الفريق الملكي للقدرة بكأس سباقنا الدولي للقدرة بنسخته 17 لمسافة 160 كيلومتر، ووفاء بعهدكم لنا بالاستمرار في حصد الذهب وتطبيق المبادئ التي تم الإعلان عنها بميثاق من ذهب لرفع اسم مملكة البحرين في شتى المحافل. لا يسعنا في هذه المناسبة السعيدة إلا أن نعرب لسموكم عن خالص تقديرنا وعميق شكرنا، متقدمين لسموكم بخالص التهاني والتبريكات على هذا الفوز المشرف والذي استطعتم تحقيقه بعون من الله وتوفيقه والعاملين معكم. كما نود أن نعرب لكم عن بالغ فخرنا واعتزازنا بهذا الإنجاز البحريني الجديد والذي يؤكد تفوق فرسان البحرين ويمثل انتصارا جديدا في هذا السباق الدولي الذي شارك فيه فرسان أكفاء من ذوي الخبرات والبطولات الرفيعة، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة والتي أثمرت هذا الإنجاز وكان له الدور الرئيس في إظهار السباق بصورة مشرفة. يسرنا بهذه المناسبة المفرحة لنا شخصيا وللأسرة الرياضية البحرينية أن نجدد شكرنا وتقديرنا لسموكم على حملكم مسؤولياتكم الوطنية بكل اقتدار، فالبحرين تشهد نهضة غير مسبوقة في قطاع العمل الشبابي والرياضي بفضل من المولى سبحانه وتعالى، وثانيا لما تتمتعون به من روح وثابة نحو الأفضل وتوجهات طيبة ورؤية متميزة في تنمية المواهب الرياضية وتهيئة النوادي والمراكز الشبابية الإعداد الرياضيين للمشاركة في مختلف البطولات وتحقيق الإنجازات لرفع اسم المملكة عاليا في المحافل الرياضية. في الختام نكرر لسموكم خالص تهانينا وعظيم فخرنا بفوز الفريق الملكي للقدرة في هذا السباق، مع خالص تمنياتنا لكم بأن يكون النصر حليفكم في كافة مساعيكم المخلصة في خدمة مملكتنا العزيزة وأهلها الكرام، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموكم ويديم عليكم وعلى البحرين وأهلها عهد الإنجازات. ودمتم بحمد الله سالمين، والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.